مرحبا تلاميذ الصف السادس، شلونكم؟ شخباركم؟ درسنا لهذا اليوم صفحة 84، تركيب الجلد ووظائفه. نجي صفحة 86، تعريف الجلد. ما الجلد؟ الجلد هو الغطاء الخارجي. الجلد هو الغطاء الخارجي لجسم الإنسان. هو الغطاء الخارجي لجسم الإنسان، وهو من أهم الأعضاء وأكبرها، إذ تبلغ مساحته نحو 100.7 متر مربع، ووزنه نحو 3 كيلوغرام في الإنسان البالغ. هنا ذني مهمات فراغات يجون، وهذا تعريف الجلد. الجلد هو الغطاء الخارجي لجسم الإنسان، وهو من أهم الأعضاء وأكبرها، إذ تبلغ مساحته نحو 1.7 متر مربع، ووزنه نحو 3 كيلوغرام في الإنسان البالغ. هنا الجلد الفكرة الرئيسية للدرس، هو من أهم أعضاء جسم الإنسان، ويقوم بوظائف مختلفة للجسم، ويتكون الجلد من تراكيب تساعده في أداء هذه الوظائف. عندنا سؤال، ممن يتكون جلد الإنسان؟ ممن يتكون جلد الإنسان؟ هذه سؤال. الجواب الطبقة الخارجية، يتكون من الطبقة الخارجية. الطبقة الخارجية هي طبقة البشرة، هي طبقة البشرة. تحفظ هذه الطبقة السوائل الحيوية داخل الجسم، وتنتشر على طبقة البشرة فتحات صغيرة تسمى المسامات. هاي تجي فراغات أو تجي تعريف، تعريف البشرة، وهي الطبقة الخارجية للجلد. تحفظ هذه الطبقة السوائل الحيوية داخل الجسم، وتنتشر على طبقة البشرة فتحات صغيرة تسمى المسامات. أما المسامات وهي الفتحات الصغيرة التي تنتشر على طبقة الجلد، تجي على شكل فراغ أو تجي على شكل تعاريف. البشرة طبقة الأدمة. عندنا بعد البشرة طبقة تسمى الأدمة، وهي تحتوي على نهايات الأعصاب، وهي تحتوي على نهايات الأعصاب الحسية، وتنتشر فيها الغدد الدهنية، وتنتشر على الطبقة الأدمة، وهي تحتوي على نهايات الأعصاب الحسية، وتنتشر فيها الغدد الدهنية. شنو وظائف الغدد الدهنية؟ ما هي وظائف الغدد الدهنية؟ تفرز الدهون المرطبة للبشرة. الجواب تفرز الدهون المرطبة للبشرة والشعر. هنا عندنا الغدة العرقية. الغدة العرقية شنو وظيفتها؟ تفرز العرق. الغدة العرقية هي التي تفرز العرق. بعد تتصل بالجلد أعضاء أخرى مثل الشعر والأظافر. تتصل بالجلد مثل الشعر والأظافر أعضاء أخرى، وتسمى بالأعضاء الملحقة، وتسمى بالأعضاء الملحقة. وتنغرس الجذور الشعر في الطبقة الأدمة، في طبقة الأدمة. أما الأظافر فهي أجزاء صلبة تكونت. والأظافر تعريف، تعريف تجيك أما تعريف أو فراغ. فهي أجزاء صلبة تكونتها طبقة الأدمة، وتحافظ على نهايات الأصابع. هنا فائدة الأظافر، تحافظ على نهايات الأصابع من العوامل الخارجية. هسه شنو صار عندنا هنا؟ تعريف الأظافر وما هي وظائف الأظافر. نجي هنا الأظافر فهي أجزاء صلبة تكونتها طبقة الأدمة، وتحافظ على نهايات الأصابع من العوامل الخارجية. ما هي وظائف الأظافر؟ تحافظ على نهايات الأصابع من العوامل الخارجية. صار معلوم؟ نجي هنا، ما هي وظائف الجلد؟ ما هي وظائف الجلد؟ هذا مهم، مهم.
ثانيا يشكل الغطاء الخارجي للجسم ويحمي مكوناته الداخلية. أول فائدة للجلد لجسم الإنسان، يشكل الغطاء الخارجي للجسم ويحمي مكوناته الداخلية. يمثل الجلد عضو حاسة اللمس، حيث تنتشر أنواع مختلفة من الخلايا الحسية التي ترتبط بنهاية الأعصاب في الجلد، والتي تنقل المعلومات إلى الدماغ لتفسيرها مثل الألم والبرودة أو نوع اللمس. 3. يعد جهازاً إخراجياً من خلاله يتخلص الجسم من المواد الغير ضرورية التي تكون بصورة مواد دهنية أو ماء أو أملاح من خلال عملية التعرق. يعمل على تنظيم حرارة الجسم. من خلال إفراز العرق في الأيام الحارة، ويؤدي هذا إلى انخفاض درجات حرارة الجسم. 5. يشكل ملامح الإنسان الخارجية ويعطي لكل إنسان شكله المميز. 6. يعد وسيلة للتعرف على الأشخاص من خلال استخدام البصمات الأصابع. هنا يجيك فراغ. الجلد يعد وسيلة للتعرف على الأشخاص من خلال استخدام فراغ بالبصمات الأصابع. هنا يجيك فراغ مهم. هذا بصورة عامة يجيك بالوزاري، عدد 3 أو 4، ما يجي يعني تعدد 6 نقاط. وإذا صعب وطويل عليك تقدر تختصر النقطة. يشكل الغطاء الخارجي للجسم ويحمي مكوناته الداخلية. يمثل الجلد عضو حاسة اللمس. يعد جهازا إخراجا من خلال يتخلص الجسم من المواد الغير ضرورية. يعمل على تنظيم حرارة الجسم. يشكل ملامح الإنسان الخارجية. يعد وسيلة للتعرف على الأشخاص من خلال استخدام البصمات الأصابع. كيف أحافظ على صحة جلدي وسلامته؟ هذا هم مهم وبنفس الوقت سهل. أولا السؤال، كيف أحافظ على صحة الجلد وسلامته؟ أولا أحافظ على نظافة الجلد من خلال استحمام يوميا، لأن الاستحمام يعمل على إزالة الأوساخ التي تعلق بالجلد من المحيط الخارجي ويزيل خلايا البشرة الميتة. 2. تجنب الوقوف تحت الشمس مدة طويلة لأن حرارة الشمس تسبب حروق الجلد. 3. احذر عند استخدام الأدوات مثل السكاكين والمقص حتى لا أصاب بالجروح، وأمسك الأشياء الساخنة باستخدام الوقايات حتى لا أصاب بالحروق. 4. اشرب كمية كافية من الماء لأن الماء يحمي البشرة من الجفاف. صار معلوم هاي 4 نقاط كيف أحافظ على صحة الجلد.